بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا شباب، هنتكلم النهاردة على سحب مجاني لعملة الليتكوين والدوجن والبيتكوين. نظرا ان النت ضعيف من امس، ف قلنا نتكلم على حاجة حتى لو النت ضعيف انت بتشغلها سواء على تليفونك او على جهاز الكمبيوتر. الميزة على التليفون انك كل ساعة بتفتح وتخش تعمل ايه، رول للصنبور دوت، وبتقدر تستفيد منه. الموقع ده احنا سحبنا منه مرتين، وهنوريكم السحب المرة الثالثة. طبعا التسجيل زي ما قلنا ذكرنا قبل كده طريقة التسجيل، فهنعيدها تاني. انت بتدخل هنا على الصفحة اللي هسيب لك الرابط اسفل الفيديو، بتحط الايميل بتاعك، الباسورد، وتحط عنوان الليتكوين. دايما بنفضل ان انت تحط محفظة الفوست بي، بس طبعا نظرا هنا الحد الادنى للسحب 200,000 ساتوشي، فمحفظة البير بتقبلها برضو على طول. فزي ما احنا قلنا كده على السريع، هنخش كده على السحب. طبعا ديت الاضافة اللي هي الخاصة بالروبل، برضو هنتكلم عليها دلوقتي. احنا بنحط جميع المبلغ الموجود، الحد الادنى للسحب 200,000 ساتوشي، وطبعا هو بياخد 100,000، ولكن احنا قلنا ايه نشرحه. المفروض بتسيب لغاية ما يكتر معاك العدد هنا وتسحب. فاحنا جمعنا لصق جميع الاموال، هنقفل كده الاضافة، حل الكباتشة. هنقول له اسحب الليتكوين. كده تم سحبة العملة بنجاح. لو رجعنا كده للرصيد هنلاقي الرصيد هنا اتصفر معانا، وتبدأ المرحلة من جديد. طيب، تاني موقع هو نفس المشابه للموقع برضو اللي هو خاص بالفري دوجنت، بس مش هنسحب منه دلوقتي لأن السحب بيبقى على 80 قطعة. انت بتاخد 70 وبياخد 10 قطع للإحالة. ده برضو كل ساعة بتخش تعمل رول. احنا لو قلنا على الانسحاب هنا، طبعا نفس القصة في طريقة التسجيل، انت بتحط محفظة الدوجن. طبعا يفضل برضو الفوست باي، لان الفوست باي بتقبل اقل عدد. بتحط الكمية الموجودة. لو احنا قلنا له لصق الكل هنا بيقول لي هيبقى 61، لسه ما وصلناش للـ70 الحد الادنى، لانه بياخد 10 قطع بوقت الانسحاب. نيجي للموقع الثالث اللي هو اللي احنا اتكلمنا عليه من حوالي كام يوم ونبهنا عليه. الموقع ده جميل جدا ورائع. الموقع ده برضو من ضمن المواقع الخاصة بالفوست باي. ده صنبور احنا نزلناه وشرحناه، وقلنا الحد الادنى 7,000 ساتوشي للسحب. اشتغلنا عليه كام يوم، فلقينا فيه مميزات كويسة. أول حاجة أدي إثبات السحب، سحبته دوت من 3 أيام كان 6,042 ساتوشي. لو دخلنا كده على الفوست باي هنلاقي إن الدفع تم هنا بالتاريخ ده، يعني وصل في خلال، طبعا كان سحب بالليل ما كملش حوالي 6 أو 7 ساعات، كان يوم 15/16، يعني بعد مرور الساعة 12 بالليل وصل السحب 6,042 ساتوشي بدون اقتطاع اي شيء. فطبعا الموقع فيه ميزات رائعة، احنا قلنا برضو نعيد عليها تاني، ان انت معاك كل نص ساعة تخش تعمل رول. وقلنا طبعا عشان تحافظ على المعدل ده وتقدر تسحب كميات بسرعة، بتخلي الرابط اللي هو بيبقى فوق بتدخل بيه على الهاتف بتاعك وتسجل، وكل ساعة تفتح تعمل الامر ده. وهنا بالنسبة للموقع ده كل نص ساعة. التليجرام طبعا قلنا ندوس عليه، اوقات بينزل كوبونات، هتلاقي في اخر حاجه اسمها استبدال الكوبون، مجرد ما بينزل بتحطه بيستفيد منه، بتكسب منه. استبدال القسائم قلنا عليها. الانجازات ده بقى اللي خلانا سحبنا على 6,000 مش 7,000. الانجازات ديت ان انت لو عملت الفوست كليم اللي هو مساله المسح الخاصة بالصنبور هنا اللي احنا بنعملها كل نص ساعة، لو عملت 50 بتظهر لك هنا دي خضرة، بتدوس عليها بتاخد 50 ساتوشي هدية. طب لو وصلت ل100 بيديك ايام، 10 ايام، 10 ايام فضية. الايام الفضية ديت زي ما احنا اشتغلنا كده بيخليك بدل السحب 7,000
ساتوشي لا تقدر تسحب على 6000 ساتوشي، فده امر برضو جيد، وده اللي خلانا سحبنا منه. الرابط المختصرة معروفة، انت ليك 23 رابط، الله يستعملهم يعملهم، مش عايز تعملهم انا ما بفضلش الرابط المختصرة، بتبقى متعبة شوية، ولكن حبيت تعملهم وتزود بيهم ارباحك زودهم. الاعلانات بتضغط عليها، بيبقى نازل كمية من الاعلانات حسب الموجود، حاجة و20 اعلان، في اعلان ب6.5 ساتوشي، وهتلاقي اعلانات كده كتير، في ب3، طبعا احنا عملنا كام واحدة من شوية، وفي ب2، فانت دي برضو ايه مصدر للربح في الموقع ده. في موقع احنا كنا شرحناه ده، خلاص يمكن اتضح ان هو موقع نصاب، وراسلتهم بعد ما سحبنا منه مرة واتنين وعشرة، اللي هو نظام الساتوشي كل سحب ما كانش بياخد، لو عملت في 10 دقايق 100 ساتوشي تسحبهم على طول. الموقع دوت للأسف يعتبر عمل نوع من أنواع النصب، وطلب الإيداع، وطلب الناس تدفع مقدار 4000 ساتوشي عشان يبدأ يديلهم حاجة اسمها الفي اي بي. وطبعا الأمر ده أمر مش كويس، انت ازاي انت صنبور مجاني وتبدأ تطلب الأمر دوت. طبعا راسلناهم برضو، قعدوا يغيروا شوية في الموقع لغاية ما رسوا على 4000 ساتوشي، وطبعا عملوا حاجة تانية مش مظبوطة، ايه هي؟ صفروا الحساب، يعني صفروا الحسابات لكل المشتركين. طبعا الحساب ده كان فيه رصيد، ما كانش يوص يعني، كان اشترط في السحب اللي هو المجاني انك توصل ل002، يعني كام؟ 200000 ساتوشي عشان تسحب. طبعا ده رقم كبير في صنبور، 200000 ساتوشي في نوع من انواع المال، واشترط انك يوميا تدخل تعمل تعدي 35 رابط مختصر، الرابط المختصرة بتاعتهم مقرفة جدا، فطبعا اشترطوا امر استحالة عشان تقدر تشتري وتبدأ تعمل الرول بتاع كل دقيقة، ده كان بكل رول كل دقيقة. فطبعا معناه كده الموقع ده بعد ما بدأ كويس اصبح سكام محتال، فاللي اشترك فيه يلغي اشتراكه وما يحاولش يضيع وقته فيه. ده بالنسبة للموقع اللي احنا قلناه، ولكن المواقع التانية زي الموقع دوت اللي هو روش بيتكوين، لا موقع ممتاز وشغال بانتظام، وليه صفحة على التليجرام، وتقدر تتواصل مع الادمن بتاعه، المكاسب بتاعته كويسة. احنا في حاجة ما شرحناش في المكاسب، حاجة اسمها الوظائف، يعني شوف احنا اتحصلنا في الوظائف في اول مرة عليه، اول حاجة عملنا فيديو نشرناه خدنا البونص بتاعه، ده هتلاقي اخر حاجة في الوظائف، هنزل بس بسرعة عليها، اللي هو اصنع مقطع فيديو، خدنا فيها 500000 ساتوشي، 500 ساتوشي، 500 ساتوشي، موقع 3 دقايق بجودة، ما اشترطش اي شروط تانية، تم اكتمال المهمة والموافقة عليها. هنلاقي برضو خدنا في ايه، نطلع كده، ايوه ديت الفيسبوك، الفيسبوك احنا عملنا منشور ونفذنا الشروط بتاعته فيه، خدنا 250 ساتوشي. وقت السحب احنا دخلنا على الموقع دوت وعملنا، سجلت فيه وعملت فيه منشور اثبت الصورة، خدنا لقطة واثبات الاستلام، وبعتناه هنا تاني، طبقناه له هنا تاني، بيبقى سايب لك خانة زي كده تحت بتحط فيها ايه الصورة اللي انت اشتركت فيها، او اسم اسمك على الموقع والصورة. طبعا بعد ما بعتناها استلمنا برضه 250، فموقع فيه عروض، العروض يعني ايه تقدر تعملها، مش عروض صعبة. قلنا الروابط المختصرة دي نسيبنا منها، التعدين ده برضه ما تركزش معاه فيه، فده موقع برضه كويس جدا، وقدرنا نستفيد منه ونكسب منه كويس. كل نص ساعة بتخش تعمل الرول، قلنا الفري دوجن، قلنا الليت كوين، واحنا دلوقتي سحبنا منه، هنخش على محفظة البير كده، هنلاقي هنا في الانتظار العملة وصلت اللي احنا سحبناها بتاريخ 18 اللي هو النهاردة، بس لسه طبعا ايه في البندنج في الانتظار، هيبدأ يتحقق منها، بيرسل تحقيقات 3 او حاجة زي كده، وتبدأ بعد كده تضاف للصفحة، فاتسحبت وقتي يعني ما استنتش، مجرد ما عملنا لها الامر هي نزلت على المحفظه وهيتم استلامها. هنتكلم برضو على السريع كده، معلش الفيديو طول، نشوف اللي هي الاضافه الخاصه بعمله الروبل. احنا عندنا 14 4 و18 سنت من عمله الروبل، ف
نفتح الصفحة بتاعتها كده. فتحت الصفحة معانا. احنا قلنا الطريقة شرحناها قبل كده في فيديوهات، ان انت مجرد ما بتخش على الرابط اللي هسيبه لك اسفل الفيديو، بتخش على حاجة اسمها تثبيت الملحق، بتدوس عليه بيفتح بيفتح لك على جوجل كروم. بتختار طبعا جوجل كروم، معظمنا بيشتغل عليه، او عايز تعمله على الفايرفوكس اعمله على الفايرفوكس، بس اهم حاجة تقفل ايه، تقفل الانتي فايروس اللي عندك عشان ما يشوفوش فايروس، وتبدأ تعمل تثبيت للإضافة. مجرد ما تتثبت هتظهر لك الاعلانات عندك فوق كده بحرف البي اخضر، طبعا عشان مش فاتح الكادر، هتلاقي ظاهره فوق عندك حرف البي، وكل شويه بينزل اعلانات انت ما بتعملش حاجه. احنا قلنا في موقع كده بتشتغل عليه ما بتعملش اي شيء فيه غير انك تسجل فيها، وبعد كده تجمع الارباح. بتروج لرابط الاحاله بتاعك من مساله الاحالات هنا، بتخش وتضغط عليه وتروج دي. فاحنا دلوقتي هنعمل عمليه سحب، هنخش على انسحب، معلش فيديو طويل شوية، ولكن ايه النت مش مظبوط فمن كل شوية بنوقف الفيديو، فقلنا نعمل انسحاب. طبعا انت بتحفظ اول حاجة في بتدخل على الاسم بتاعك وتضغط عليه وتبدأ تحط محفظة البيير بتاعتك. فدلوقتي احنا مش هنسحب من اول واحدة ولا تاني واحدة الويب ماني، لا احنا هنسحب من البيير، ودي طبعا هي المحفظة متثبتة ايه عندنا. فنبدأ نضغط الرقم الموجود الاربعة بوينت 1.8 ونقول له انسحب. هنبص كده هنلاقي الحساب اتصفر. طبعا احنا نزلنا 2 سنت، اقل من حوالي 2 سنت نزلوا ليه، لان طبعا احنا معانا احالات موجوده. لو دخلنا على الاحالات كده هنلاقي ميزه الاحالات ان انت حتى لو ما اشتغلتش بتبص تلاقي الاصدقاء اللي هم اشتركوا معاك. احنا عندنا دلوقتي الاحالات، عدد الاحالات الموجودة معانا، بس هتلاقي فيها ناس ما بتهتمش زي كده، هو سجل وفاكر ان هو يسجل هيلم فلوس على طول. لا طبعا انت لازم تفتح النت، وكل ما انت بتشتغل عليه اللي بينزل لك، يعني في واحد هنا كسبنا منه 4 روبل حصل لك اهوت، لو حطيناهم بالترتيب هنبص نلاقي ان هنا الناس الاوائل زي الاستاذ سعيد ابراهيم والاستاذ سامي. هنلاقي هنا لو دخلنا على المكسب بتاعهم، ده واحد كسبنا من وراه 4 روبل، وهنا 2 روبل، وهنا 1 روبل، وهنا اقل من روبل بقيه الحالات ديت. فانت خلي اصدقائك يسجلوا، لان مش هيعمل حاجه على الكمبيوتر، هو بس بيسجل الاضافه وبيبدا على اساسها يتم السحب. لو دخلنا على الباير كده وعملنا ريفريش هنلاقي ان العملة وصلت على طول، ال4 روبل تم سحبهم على طول. تمام، ده احنا لسه هتاخد شوية العملات التانية الرقمية بتاخد وقت شوية، ولكن ال4 روبل وصلوا في الحساب على طول. ف4 مواقع هم يا شباب استغلوهم في الوقت الفاضي. انت كده كده ثبت على الهاتف بتاعك، حط الليتكوين والدوجن وعملة البيتكوين، حطهم على الهاتف بتاعك واشتغل عليهم. واما بالنسبه لمساله عمله الباير، لا ثبتها على جهاز الكمبيوتر. كل ما تفتح النت هتبدا تسحب. وهسيب لكم الرابط اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.